بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملين على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الدورة السادسة في علم النحو متن ابن أجروم، باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وتقول إن زيد قائم وليت عمر شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيد منطلقة وخيلت عمر شاخصة وما أشبه ذلك. هذا نص للمصنف رحمه الله، فقال باب العوامل. العوامل تسمى النواسخ، وهي تدخل على المبتدأ والخبر لأنها تنسخ حكمهما، أي المبتدأ والخبر. والنواسخ ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، بدأ بها لأنها أفعال ولاختصاصها بأحكام، ثم ثنى بإن وأخواتها لأن خبرها لا يتغير ولا يتبدل وهي حروف، وثلث بظن وأخواتها لأنها تنصب الأول والثاني فيكونان مفعولين لها. أول النواسخ كما عند المصنف رحمه الله كان وأخواتها، وهي كما بينا ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي 13 فعلا على ما ذكره المصنف رحمه الله، وإلا فأكثر. الأول 8، أي القسم الأول 8 تعمل بلا شروط: كان، صار، ليس، أصبح، أمس، أضحى، وظل، وبات. وأربعة الباقية تعمل بشروط، وهي ما زال وما برح ومن فك وما فتئة. فكان نقول مثال: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفور رحيما. فالله مبتدأ، اسم الجلالة مبتدأ، ولما دخل عليه كان فصار اسمها وهو مرفوع، وكان الله غفورا، غفور خبر كان. إذن هذه الثمانية تعمل بلا شروط، وأربعة البقية تعمل بشروط، هي ما زال وما برح وما أنفك وما فتئ، فيتقدم عليها نفي بما أو لا، أو يتقدمها نهي بلا، أو دعاء أيضا بلا، ونحو ذلك. وما تصرف منها، أي إذا استعمل أحد هذه الأفعال متصرف في الماضي أو الأمر رفع الاسم ونصب الخبر مثل الماضي: كان، يكون، كن، وهكذا. ثم إن وأخواتها، إن وأخواتها، إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل. قال ابن مالك رحمه الله: لأن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل. ولا يجوز تقديم خبر إن على اسمها، قال ابن مالك رحمه الله: ورعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. فنقول مثلا: إن السماء ملبدة، إن السماء ملبدة، إن حرف توكيد وانصبين، السماء اسمها، ملبدة خبرها. ولا نقول إن ملبدة السماء إلا إذا كان الخبر شبه جملة، جار ومجرور أو ظرف، فحينئذ يجوز تقديم الخبر. مثال: إن زيدا في الدار، هذا هو الأساس. لكن يجوز أن نقول: إن في الدار زيدا، إن زيدا في الدار، فهذا هو المصطلح أو الكلام المتعارف.
نقدم الاسم اسم إن، ولكن يجوز أن نقول إن في الدار زيدا، قدمنا شبه الجملة. ثم الثالث، القسم الثالث، ظننت وأخواته. هذه الأفعال العشرة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول يفيد ترجيح وقوع الخبر، وهو أربعة أفعال: ظننت وحسبت وخلت وزعمت. القسم الثاني يفيد اليقين وتحقيق وقوع الخبر، وهو ثلاثة أفعال: رأيت وعلمت ووجدت. القسم الثالث يفيد التصيير، التحويل والانتقال، وهو فعلان: اتخذت وجعلت. القسم الرابع يفيد النسبة في السمع، وهو فعل واحد: تقول سمعت كذا وكذا. ثم قال باب النعت، المصنف رحمه الله قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيد العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلام نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. هذا نظم للناظم رحمه الله المصنف. فالنعت من يسميه من النحاة الصفة، والمعنى واحد ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون. النعت ينقسم إلى قسمين: النعت الحقيقي والنعت السببي. فالنعت الحقيقي هو الذي يرفع الضمير المستتير يعود إلى المنعوت، فنقول جاء زيد العاقل كما مثل الناظم رحمه الله، فالعاقل نعت لزيد. وقيس على ذلك: جاء الأستاذ الفاضل، فالعاقل والفاضل نعت لزيد، وهو رافع لضمير مستتير تقديره هو يعود إلى زيد. فزيد هو المنعوت، والعاقل العاقل هو النعت، جاء زيد العاقل. والنعت السببي هو ما يرفع الاسم الظاهر المتصل بضمير يعود إلى المنعوت، نحو جاء زيد الفاضل أبوه، فالفاضل نعت لزيد، وأبوه فاعل للفاضل مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف إلها التي هي ضمير عائد إلى زيد. أبوه هذا الضمير يعود إلى زيد. فحكم النعت أنه يتبع منعوته كما بينا المصنف رحمه الله في جميع أعرابه وفي تعريفه وتنكيره، سواء كان حقيقيا أم سببيا. والنعت السببي يكون مفردا دائما ولو كان منعوته مثنى أو مجموعا. تقول: رأيت الولدين العاقلة أبوهما، وتقول: رأيت الأولاد العاقلة أبوهم. ويتبع النعت السببي ما بعده في التذكير أو التأنيث، تقول: رأيت البنات العاقلة أبوهن، وتقول: رأيت الأولاد العاقلة أم. ثم قال باب العطف، وحروف العطف عشرة، وهي الواو الفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوف خفضت، أو على مجزوم جزبت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيد وعمر، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقوم ولم يقعد. هذه حروف العطف وتقسم إلى قسمين. فالقسم الأول ما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا وحكما، وحروفه هي الواو الفاء ثم أو حتى أم. وما يشرك المعطوف مع المعطوف عليه لفظا فقط، وحروفه هي بل لكن لا. إلى قسمين حروف العطف أشار ابن مالك بقوله: فالعطف مطلق بواو ثم فاء حتى أم، أو كفيك صدق ووفاء، واتبعت لفظا وأتبعت لفظا وأتبعت لفظا، فحسب بل ولا لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلع. فمعاني حروف العطف: أولا الواو عند البصريين لمطلق الجمع ولا تفيد ترتيبا،
إلا بقرينة نحو جاء علي وزيد قبله أو بعده. فهذا يفيد الجمع عند البصريين، فلا نعرف من المقدم ومن المؤخر، ولكن عند الكوفيين هو الواو للترتيب. كذلك الفاء وتدل على تأخر المعطوف على المعطوف عليه متصل به، نحو قوله تعالى الذي خلق فسوى إلى آخره، من معاني الحروف تطلب من المطولات. ثم قال باب التوكيد. التوكيد هو تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومرت بالقوم أجمعين. التوكيد والتأكيد قسمان: التوكيد اللفظي، وهو إعادة اللفظ بعينه في عند الكلام أو بمرادفه، وهذا التوكيد اللفظي يكون في الاسم والفعل والحرف والجملة، نحو جاء أستاذ أستاذ. ويجوز لك أيضا أن تكرر الفعل فتقول جاءت 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 هندون، ويجوز أيضا أن تكرر الجملة كما في قوله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ويجوز أيضا أن تكرر الحرف بشرط أن تكرر معه ما اتصل به فتقول في الصمت في الصمت حكمته. التوكيد القسم الثاني من التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي هو التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع أو إرادة الخصوص بما ظاهره العموم. مثال الرفع: جاء زيد نفسه، وإعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع لما ترفع الضمة الظاهرة على آخره، ونفسه توكيد هو تابع للمؤكد مرفوع مثله، زيد مرفوع نفسه مرفوع. ألفاظ التوكيد وخصائصه: النفس والعين الكل. فالنفس إذا استعملناها إذن فالعين والكل كذلك هي للتأكيد أو للتوكيد. نقول جاء زيد بنفسه، جاء زيد بعينه، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، جاء القوم أنفسهم، جاء القوم بأنفسهم، جاء النساء بأنفسهن، جاء النساء أنفسهن، بعت زيد كله. كذلك أجمع: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم توكيد، أجمعون كذلك توكيد معنوي للملائكة مرفوع مثله وهو مضاف وهم مضاف إليه، وأجمعون توكيد ثاني مرفوع مثله. كذلك أكتع من توكيدات أكتع وأبتع وأبصع، وهي من توابع أجمع في الغالب تأتي بعدها، نحو جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. وهذا الترتيب قليل الاستعمال في كلام الناس ولم يرد في كتاب الله عز وجل. ثم باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، أي قول ناظم رحمه المصنف ابن أجر، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من شيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. فبدل الشيء من شيء ضرب له مثال نحو قولك قام زيد أخوك، وبدل البعض من الكل ضرب له مثال فقال وأكلت الرغيف ثلثا، وبدل الاشتمال نفعني زيد علمه، وبدل الغلط رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. والبدل في اللغة العربية هو العوض. وفوائد أو فائدة البدل: لماذا يذكر البدل؟ للتوكيد والتوضيح ورفع الاحتمال. تقول قام زيد أخوك، فكلمة أخوك بدل على المبدل والتوكيد ورفع الاحتمال. البدل هو تابع دائما للمبدل في الإعراب في جميع حالته، رفعا ونصبا وخفضا وجزما، نحو جاء زيد أخوك، رأيت زيد أخاك، مررت بزيد أخيك. كذلك المبدل يكون مجزوما كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والشاهد يضاعف، هذا يضاعف الفعل، هذا يضاعف بدل من فعل يلقى، وهكذا. فيلقى مجزوم مثله بالسكون في آخره. ثم قال بمنصوبة الأسماء. المنصوبة 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
فلما انتهى المصنف رحمه الله من المرفوعات أتبعه بالمنصوبات، والمفاعل الخمسة تجمع في بيت شعر واحد وهو، أي هذه المفاعل الخمسة المفعول به المصدر ظرف الزمان ظرف المكان الحال التمييز المستثنى اسمه، فمفعول إذن تقول أو يقولون في هذا المثال ضربت ضربا أبا عمرو وغدا أتى وسيرت والنيل خوف من عتابك لي، ضربا ضربت ضربا مفعول مطلق ضربا، كتب يكتب كتابا، أبا مفعول به، غدا مفعول فيه، النيل مفعول فيه، معه خوفا مفعول لأجله، مفعول لأجله، وكلها طبعا منصوبة. إذا المرفوعات أو المفاعل الخمسة المنصوبة، نعم. ثم قال باب المفعول به، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان ظاهر ومضمر. إذن فالمفاعل الخمسة بدأ بالمفعول به وتأتي المفاعل الأخرى، إذن فالظاهر هو ما تقدم بذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. فالمتصل 12 وهي ضربني وضربنا وضربكك وضربك وضربكما وضربكم وضربكنا وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهم. والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكم وإياكما وإياكم وإياكنا وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. ثم قال باب المصدر، المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. إذن الأول ضرب، الثاني يضرب، فالثاء ضرب فعل ماض، يضرب فعل مضارع، ضرب هذا فهو مفعول مطلق وهو مصدر، وهو قسمان مصدر لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلت وقتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. إذن المصدر هو لفظ يدل على حادث غير مقترن بزمن، بخلاف الفعل الماضي والفعل المضارع هو مقترن بزمان، أما ضربا أو قتلا فغير مقترن بزمان، نعم. فهذا يسمى المفعول المطلق، والمفعول المطلق كالمفعول به دائما يأتي منصوبا بعد فعله، مثل علم علما، وهذا ينقسم الفعل المطلق إلى قسمين لفظي ومعنوي. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرة وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحين وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وما أشبه ذلك. اسم الزمان أو اسم المكان المنصوب على تقدير في، يعني نقدر في صليت سافرت يوم الجمعة، فنقدر في فيه في سافرت يوم الجمعة، سافرت في يوم الجمعة باضطراد أي باستمرار. والظرف هو الوعاء، سمي الظرف لأنه هو الوعاء، وهو الزمان الذي كان وعاء لعمل معين. وظرف المكان هو المكان الذي صار وعاء لشيء معين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.